هذه المنطقة هل هناك احتمالات أن تتعرض للمزيد من الزلازل، خصوصا وأن الزلزال عندما وقع في فجر الأحد الاثنين تبعه زلزال آخر بعد ساعات، وكانت هناك العديد من الهزات الارتدادية، وهناك مخاوف كبيرة لدى العديد من سكان الدول في المنطقة من تكرار الفاجعة؟ هو لما يحصل زلزال يحصل نتيجة أنه حصلت يعني الحركة، القشرة الأرضية تحركت، وعندما تتحرك جزء من القشرة الأرضية فإنها تحاول بعد ذلك بعد الحركة دي أنها تعدل من الموقع، لأن الحركة دي حصلت أثرت على أشياء كثيرة جدا في العمق، ولذلك فهي تحاول أنها تعدل كل المواقع على 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 الحركة اللي حصلت. معنى ذلك أنه بعد الزلزال الأساسي لابد أن تحصل رجات أخرى، ليست بقوة الزلزال الأساسي ولكنها رجات يعني يشعر بها الإنسان.